خير عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو وقت الريست ووتر. طبعا مهم جدا ان انت تشرب ميه في التمرين، وطبعا المشكله الاساسيه اللي كل الناس بتقابلها وكل الناس ما تعرفهاش، ناس كتير جدا ما تعرفهاش، هو ازاي هنشرب ميه في ايه؟ هنشرب في اي ازازه؟ هنشرب في ازاز بلاستيك او لا؟ وهي طبعا السهله استعمالها عشان الكسر والكلام ده. فاحنا عندنا انواع كتير جدا من انواع البلاستيك، سبع انواع. السبع انواع دول موجودين، هنبدا بيهم الاول بالرقم واحد. احنا بنلاقي بنمسك الازازه بتاعتنا بتاعت المياه المعدنيه او ازازه البيبسي، يعني الاستعمال لمره واحده بس وما ينفعش ان احنا نستعملها تاني خالص. ليه؟ عشان فيها مواد مسرطنه. في علامه تدوير تانية رقم 2، ودي تمشي في الميه بس ما ينفعش نشرب فيها اي حاجه تاني. رقم 3 في علامه التدوير هو المثلث اللي تحت في الازازه. رقم 3 سام مضار، ما ينفعش نستخدمه خالص وما ينفعش ان احنا نستخدمه خالص في ميه او في غير ميه. رقم 4، ودي دايما بتتعمل في الازاز الرياضيه وممكن ان احنا نستخدمها في الميه بس، الميه العاديه خالص والميه الساقعه كمان. رقم 5 هو ده الرقم الصحي لاي حد، ممكن تخزن فيه اكل، ممكن تشرب فيه ميه عاديه، ممكن تشرب فيه ميه ساقعه، ممكن تشرب فيه ميه دافيه. ده بالنسبه لرقم 5. رقم 6 هيبقى زي رقم 3 بالظبط، سام ودور، ما ينفعش الاستخدام خالص، ودايما كانوا في سنه 2000 او 2002 منعوا رقم 3 ورقم 6، الاثنين ينزلوا الولايات المتحده الامريكيه ما بينزلوش خالص لحد دلوقتي. رقم 7 وهو خليط من كل الارقام اللي احنا قلناها دي، طبعا فيها رقم 3 ورقم 6، طبعا ما ينفعش خالص الاستخدام في رقم 7. في بقى انواع مش فيها خالص علامه التدوير، دي مشكله كبيره اللي هي ما تنفعش الاستخدام تماما.